تدور محطة الفضاء الصينية حول الأرض على بعد حوالي 400 كيلومتر فوقنا، وقام 3 طواقم الفضاء ب6 عمليات سير في الفضاء منذ إرسال الوحدة الأساسية إلى الفضاء في إبريل العام الماضي. الآن تستعد المجموعة المكونة من الوحدة الأساسية والوحدة المعملية والمركبة الفضائية وسفينة الشحن للالتحام بوحدة معملية ثانية لتشكيل شكل تي في النهاية وإكمال بناء المحطة. يتكون أكبر هيكل لمحطة الفضاء الصينية الآن من 3 وحدات و3 مركبات فضائية يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 100 طن، سيكون مثيراً بمجرد اكتماله. بذلت الصين جهوداً كبيرة في السنوات 10 الماضية لبناء المحطة الفضائية، حيث قام العلماء الصينيون بتصميم وتصنيع واختبار الأجزاء المختلفة من المحطة. خلال هذه الفترة تم تقليص وقت الالتحام في الفضاء من 44 ساعة إلى 7 ساعات فقط، وزادت مدة بقاء رواد الفضاء في الفضاء من 13 يوماً إلى نصف عام. معدتنا الفضائية لا تحرك قاتلة قوية، هناك نظام طيران فضائي كامل وقوي يضمن تشغيله سلس. تستعد الصين لإرسال الطاقم الرابع إلى المحطة قريباً، وكذلك سيتم تجنيد جيل جديد من الرواد. عندما نختار رواد الفضاء فإننا نأخذ في الاعتبار شخصيتهم وتوافقهم مع المهمة وتوافق مع بعضهم بعض، وحتى الآن يدوم فريق رواد الصيني 3 مجموعات. أجرى رواد الفضاء عدة اختبارات علمية في الوحدة المعملية الأولى، وسيجرون المزيد منها في الوحدة المعملية الثانية التي سيتم التحامها بالمحطة الفضائية قريباً. على سبيل المثال، تهدف بعض الاختبارات إلى دراسة تفاعل النباتات والحيوانات لجذبية صخرة في الفضاء، وذلك سيساعد على إرسال أسس للحياة البشرية في الفضاء في المستقبل. قالت وكالة الفضاء المأهولة الصينية إن الصين بدأت العمل مع الدول الأخرى للقيام بمهام مستقبلية في المحطة، بالإضافة إلى المشاريع القمرية والمريخية لصالح جميع البشر.